وهلا صار وقت نحضر سلطة مع بعض، هي سلطة الصبيط أو الكالاماري. خلونا نشوف المقادير مع بعض. نحن بحاجة لكيلو صبيط، حبتين فلفل أحمر مقطعين شرائح، 4 حبات فلفل أخضر مقطعين شرائح، ملعقتين كبيرة صلصة الصويا، ملعقة صغيرة ملح، بصلة مقطعة شرائح، 3 معالق كبيرة زيت زيتون. لكينا أول شيء اللي رح نعمله صحيح هي اسمها سلطة، إنما الخضار بدنا نكون عم نشوحهم على النار قبل ما نرجع نحطهم مع الصبيط أو الكالاماري. فعلى النار رح كون عم حط الطاسة مع زيت الزيتون كمان. على فكرة زيت الزيتون من الزيوت اللي هن كمان مضادة للالتهابات، يعني لمحمود اللي كان عم يسألني عن الالتهابات اللي موجودة بالبروستات عنده، زيت الزيتون كتير مفيد عكس الزيوت التانية اللي هي عكس الدهون التانية مثل السمنة والزبدة اللي بيكونوا كتير مضرين بهيدي الحالة. زيت الزيتون تحديداً كتير مفيد لأنه بيكون كمان عم بحارب الالتهابات بالجسم. لكن رح نحط هلأ البصل، فلفل أحمر والفلفل الأخضر على النار. بصلة صغيرة، الفلفل من الخضار اللي بتزود المناعة طبعا بما انه مليانة بالفيتامين سي. دايما بقلكم مش بس الليمون والبرتقال هن مصدر الفيتامين سي، وهن اللي لما نكون تعبانين او بدنا نعمل وقاية من البرد نركض وناخد الليمون والبرتقال. لا، في كتير مأكولات تانية بتحتوي كمان على الفيتامين سي، منهم الفلفل، فلفل الوان والفلفل الاخضر. لكن رح اتركهم على النار لحتى شوي يكونوا عم يدبلوا، بحط عليهم الملح. ملح ما رح نكتر بما انه معنا الصويا، صلصة الصويا اللي هي اصلا غنية بالملح. وعادة انا لما بدي استعمل صلصة الصويا بجيبها صويا لايت، لايت اللي هي بتكون تقريبا 50% بتحتوي على ملح اقل. فطبعا لكل الاشخاص اللي نحن كلنا لازم نكون عم نخفف ملح، بس تحديدا للاشخاص اللي عندهم ضغط دم عالي، اللي عندهم جسمهم بيعبي مي لانه ممكن يكون في مشكله مثلا بالكلى، كل هالاشخاص لازم يكونوا عم ينتبهوا كثير على الملح. ومش بس الملح اللي هو الملح الابيض اللي منتناوله عادة، في كتير أنواع من الملح اللي هي موجودة بالمأكولات مخبية ما منحس بطعمها، إنما بتكون موجودة وتحت اسم صوديوم. ولما يكون في عنا صوديوم بأي نوع أكل أو مشروب، مثلا المشروبات الغازية تحتوي على الصوديوم، يعني المشروبات الغازية ممنوعة أو لازم تكون عم نتناولها كتير بشكل خفيف وقليل عند الأشخاص اللي عندهم ضغط دم عالي وبيعلى دايما، أو عند الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالكلى. لأنه مش بس المشروبات الغازية غنية بالسكر، إنما كمان تحتوي على الصوديوم اللي هو الملح. خلوني هلأ بهيدا الوقت الكالاماري اللي معي طبعا مسلوقين، أنا جايبتهم متلاجين حتى نكون عم نجيبهم بشكل أسرع و يكون ما عندنا مشكلة التنظيف. ممكن تكونوا عم تستعينوا بالكالاماري المثلج وبدنا نسلقه. هلا لسلق الكالاماري من قبل بوقت طبعا بدنا نحطهم بمي عم تغلي، مش لازم نحطهم بالمي والمي تكون مسقعة، بننطر لحتى المي تكون عم تغلي. بهيدا المي كرمال ريحة الزفارة بنحط ورق اللوري، بنحط عود عيدان القرفة، ممكن نحط بصلة كمان إذا حابين. ولما تغلي المي بنحط الكالاماري لمدة 10 دقائق ومنشيلهم، نتركهم باردين وبالوقت اللي الخضار بتكون عم تستوي فيه. لما الخضار تدبل منزيدهم فوق الكالاماري مع صلصة الصويا. خلوني شوي احكيكم عن فوائد الكالاماري. طبعا الكالاماري هو نوع من انواع ثمار البحر، كتير بيحتوي على نسبة زنك عالية، معدن الزنك إلى جانب معدن الفيتامين سي، وحتى مؤخرا أكثر من الفيتامين سي معدن الزنك بقوي المناعة وكتير منيح للبرد. يعني لكل الأشخاص اللي بيتناولوا، كل الأشخاص اللي بيتناولوا كتير من معدن الزنك اللي هو كتير موجود بثمار البحر، بيكونوا عم يحموا حالهم
من البرد. ومعدن الزنك موجود بكمية عالية بالكالاماري، والكالاماري طبعا هو مصدر بروتين، مثل بما انه كل اللي هي المصادر الحيوانيه بيحتوي على بروتين، لحم، فراخ، سمك وثمار البحر، في عندنا بروتينات، في عندنا نسبه حديد كمان منا قليله موجوده بالكالاماري، وفي عندنا نسبه يود، معدن اليود كمان موجود للاشخاص اللي بيعانوا من الغده الدرقيه وبيكون في عندهم نقص بمعدن اليود، ممكن يكونوا كمان عم ياخذوه من الثمار البحر وتحديدا الكالاماري. الوحدات الحراريه اللي موجوده عاده بالكالاماري قليله، يعني للاشخاص اللي عم يعملوا حميه غذائيه وحابين يكونوا عم يتناولوا كالاماري ما في اي مشكله، ممكن تكون وجبه كثير صحيه ما بتحتوي على وحدات حراريه عاليه، خاصه اذا كنا عم نحضرها بشكل صحي، يعني عاده الكالاماري ممكن يكون عم بيتحمر بالزيت وعم بيتعمل باني، هون لا صرنا بمطرح ثاني، هون صار الكالاماري بيحتوي كثير على وحدات حراريه ودهون مشبعه، انما لو انسلق الكالاماري ونحط مع الخضار هيك بيكون بعد الوحدات الحرارية اللي فيه قليلة، وطبعا هو أصلا ما بيحتوي على دهون مشبعة، بالعكس الدهون اللي فيه اللي هي قليلة هي دهون غير مشبعة، دهون صحية كتير ومفيدة كتير. رح نرجع للخضار، طبعا ما بدي اياهم، ما بدنا الخضار تحترق، إنما بدنا اياهم شوي يكونوا عم يدبلوا. مبدئيا صاروا جاهزين لحتى حطهم فوق الكالاماري. هلا هي ليش اسمها سلطه؟ لانه صحيح نحن حطينا الخضار على النار، انما ممكن نكون عم نتناولها بارده، يعني حتى لما الخضار تبرد ممكن نكون عم نتناولها للسلطه بارده. رح احط الصويا ورح اخلطهم مع بعضهم. لكن الصلصة فيها صويا، فيها شوية ملح وفيها زيت زيتون. عادة إذا ما بدنا نحط صويا، هلا هو الصويا صلصة الصويا كتير بتليق على ثمار البحر، إنما إذا ما بدنا نحط صويا ساعتها بنستبدلها بالليمون، عصير الليمون العادي، بتكون الصلصة يعني صارت معمولة من زيت ليمون وملح. أنا حبيت غير شوي وأحط صلصة الصويا، مثل ما قلت لكم كمية قليلة وصلصة الصويا تكون لايت، قليلة الملح أحسن حتى نكون قد ما فينا عم نخفف من استخدام الملح. خلوني أغرف الطبق بطبق التقديم مع اتصال. مساء الخير مدام سهام. خير يا استاذه كريستو، كل سنه وانتم طيبين. ميرسي وانت طيبه يا مدام سهام. ازيك؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ انا تعبانه شويه من البرد بس كويسه. لا كويسه، مليون سلامه وكل سنه وانتم طيبين. ميرسي وانت طيبه. ميرسي اكيد. بصي قولي لي على اكلي، في يعني مش عايزه فيه الاسماك ولا اللحوم، اكل نباتي. اكل نباتي؟ اوكي، يعني مش عايزه في اسماك؟ ليه؟ الاسماك مفيده جدا. لا يعني عايزه اكل نباتي اكتر، بحيث الواحد يستعمل المشروم كتير. اوكي هقول لك دلوقتي، ممكن تعملي مثلا المكرونه البشاميل اللي هي عاده بيتحط لها لحمه. أيوة. ممكن تستبدل اللحمه، تشيل اللحمه المفرومه وتحطي لها اللي هو المشروم او الفطر مع الذره، الفطر والذره مع بعض تحطيهم بدل اللحمه، ممكن تعملي ده. ممكن بما انه هلا نحن موسم القرنبيط، والقرنبيط كثير صحي كثير مفيد، وانا دائما عم بعمل اكلات فيه، ممكن تكوني عم تعملي طاجن القرنبيط مثلا وتحطي معه الخضار اللي هن الفلفل الاحمر، فلفل اخضر، البصل. أيوة. الذره تقطعيهم كلهم مع بعضهم وتحطي عليهم شوية بيضه ولبن ودقيق، ملقعه دقيق مثلا. أيوة. تخلطيهم مع بعضهم وتحطيهم فوق القرنبيط، تحطيهم بالفرن لمدة نص ساعة، برضو هيدي أكلة تحتوي على خضار بس. وكل المأكولات اللي هن مصدر أو اللي هن معمولين من بقوليات، مثل شوربة العدس، مثل سلطة العدس اللي فيها خضار كمان، مثل الفول، مثل الطعمية، كل هول مأكولات نباتية. وممكن تكوني عم تعملي مثلا فاصوليا اللي هي الفاصوليا الحمراء أو الفاصوليا البيضاء. دي طبعا الفاصوليا، البقوليات كلها نباتية.
يعني الفول، الفاصوليا، الحمص، كل انواع البقوليات، العدس، كله النباتيين. شكرا قوي قوي يا حبيبتي. ميرسي على اتصالك. شكرا قوي قوي. وبس وببعت سلامي لمدام غاده. لمدام غاده اللي بتجي لنهار الخميس اكيد. ايوه ايوه ببعت لها سلام. ميرسي على اتصالك، كلنا مسلم عليها. حبيبي. طيب هلا لكينا السلطه صارت جاهزه.